اهلا بحضراتكم. مفيش بيت مصري في طالب في اي مرحله تعليميه الا وفي قلق. ايه يا جماعه الامتحانات نظامها ايه؟ طب ايه طرق التقييم؟ طب يا ترى المواعيد اللي حددتها الوزاره فيها تغيير ولا لا؟ في غياب وحضور. الحق ده شهر رمضان جاي والدنيا هتتلخبط، ولكن الحقيقه ان وزاره التربيه والتعليم جاوبت على كل الاسئله اللي ممكن تكون بتدور في اذهان كل طالب، كل ولي أمر الفترة دي بخصوص الامتحان وطرق التقييم كمان. خلينا بقى نشرح أهم 5 أسئلة في هذا الشأن، خلينا نستكملهم مع حضراتكم. أول سؤال معانا، الحضور في المدارس خلال شهر رمضان، هو السؤال الأهم بعتقد، هيكون شكله إيه بقى؟ وزارة التربية والتعليم أرسلت خطاب واضح جدا لكل مديريات التعليم على مستوى الجمهورية، وقالت فيه إنه حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم في جميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، ولحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة، إيه اللي هيحصل؟ هيكون حضور الطلاب في جميع نوعيات المدارس اختياري بعد موافاة ولي الأمر للمدرسة برغبته في عدم حضور الطالب. وضحت أيضا الوزارة أنه لا تزيد عدد أيام الأيام المقررة لحضور الطلاب في كل صف دراسي عن 3 أيام على الأكثر أسبوعيا، وده في جميع نوعيات المدارس. قالت أيضا أنه هيتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية. طيب نروح لنقطة تانية وهي مهمة برضو، طلاب الثانوية العامة عندهم امتحانات إيه الفترة الجاية؟ ده سؤال كمان مهم. الإجابة قالها دكتور طارق شوقي، واتكلم عن الامتحانات في مختلف المراحل الدراسية، وقال إنه طلاب الشهادة الإعدادية قدوا امتحان واحد في الترم الأول لجميع المواد وعقد في يوم واحد، ده عشان يتم إعفائهم من امتحانات الفصل الدراسي الأول. طيب قال كمان إنه أولى وتانية ثانوي قدوا امتحانات إلكترونية في المدارس، الكلام ده من 27 فبراير اللي فات لحد 10 مارس الماضي، وأكد كمان إنه الطلاب هيؤدوا امتحانين فقط في إبريل الجاري ومايو المقبل إن شاء الله. أما بقى بخصوص طلاب الثانوية العامة، فقال إنه الوزارة هتعقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، وإنه أي حديث عن تفاصيل أو عن موعد الامتحان الأول الحقيقي هيتم الإعلان عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري. كمان وضح نقطة مهمة وهي إنه الامتحانات التجريبية هتكون في إبريل ومايو ويونيو كمان. نروح بقى للنقطة أو السؤال اللي بعد كده، امتحانات الترم الثاني شكلها ايه؟ الإجابة برضو عند الدكتور طارق شوقي، اللي قال إنه الامتحان التكميلي هيكون في حالتين وفقط، الأولى في حالة عدم حضور الطالب امتحان الترم الأول، غياب يعني، وفي الحالة دي لابد من عقد امتحان في محتوى الترم الأول، بعد كده هيؤدي الطلاب امتحان شهر إبريل ومايو. في حالة تانية لو كانت نتيجة الطالب في مادة معينة في المنطقة الرمادية في شكل النتيجة، فيحصل الطالب على امتحان تكميلي أو دور تاني. وأكد كمان إنه نتيجة امتحان شهر إبريل ومايو هتظهر بالألوان. تكلم كمان وزير التعليم عن شكل الامتحانات وقال إنها تكون قصيرة، ومدة الامتحان 2 ساعة وفقط بعيدا عن مواعيد الفطار، لأنها دايما بتكون يعني الناس بتقلق من حاجة زي كده. ووجه كمان رسالة للطلاب بضرورة التركيز على المناهج والمحتوى اللي بيذاكروا منه. من الآخر كده قال يا جماعة الامتحان هيكون بسيط مباشر قصير، وعلينا التوقف عن حاجات جانبية زي البابل شيت والتابلت، والوزارة مش هتتراجع عن أي شيء على الإطلاق. أكد كمان إنه الوزارة عندها ما يكفي من الحلول اللي هتمكنها من التنويع للتعامل مع الموقف الحالي. طيب نستكمل مع حضراتكم، أكيد كل طالب بيسأل عن طريقة التقييم هيبقى شكلها إيه؟ الوزارة قالت إنه طرق تجميع نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والمقرر ليها أنها تنطلق إن شاء الله في شهر إبريل الجاري ومايو الجاي، وضحت إنه الإدارة التعليمية بتتولى تجميع درجات الطلاب من المدارس التابعة ليها عن طريق سي دي بعد امتحانات شهر مايو، وده يمكن زي ما بنقول كده تمهيد لإرسالها للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي عن تطبيق أو من خلال تطبيق سيتم اختيار الإدارات التعليمية به لإعداد النتيجة. أيضا قالت الوزارة إنه هيتم إعداد النتيجة في صورة تقديرات كده بالألوان المحددة لتحديد نتيجة الطالب النهائية. في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب وجود
يعني بيكون له مؤشر النتيجة هيكون له في المنطقة الرمادية، إذا كان له ضعيف في مادة أو أكثر هيكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني، إذا جات له ضعيف في المنطقة الرمادية هيكون له الحق أنه يؤدي امتحان الدور الثاني في هذه المواد. طيب بالنسبة لمواعيد الامتحانات، هل هيبقى في أي تغيير فيها؟ الإجابة برضو عند الوزارة اللي قالت وأكدت أن امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل هتعقد إن شاء الله في مواعيدها وبدون أي تعديل أو تغيير، وقالت كمان أنه طلاب من الصف الرابع الابتدائي لحد الثاني الإعدادي هيقدوا امتحانين، واحد منهم في الأسبوع الأخير من إبريل الجاري والتاني هيكون إن شاء الله في مايو الجاي، وقالت أنه آلية التقييم للطلاب زي ما هي عبارة عن اختبارات مجمعة بتشمل منهج الشهر فقط، وده وفق خريطة توزيع المقررات على كافة الشهور. نروح نقطة مهمة جدا وهي نقطة المواعيد، مواعيد الحضور. قالت الوزارة انه طلاب في جميع نوعيات المدارس نوعيه حضورهم هتكون اختياريه زي ما قلنا بعد موافقه ولي الامر للمدرسه انه يعني ابنه مش حابب ان هو يحضر، ويوضح انه وضحت الوزارة انه ما تزيدش عدد الايام المقرره لحضور الطلاب بكل صف دراسي عن 3 أيام على الاكثر اسبوعيا. نوصل معكم بالختام، يمكن دي كانت أهم الأسئلة اللي بتدور في أذهان كل الطلاب وكل أولياء الأمور عن بند التعليم، وهو العنوان الأول لهذه الفترة. شكرا لحضراتكم، منتظرونا في كل جديد وإلى اللقاء.